تي 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 ثلاثة سنين عصر الله كتب لكم شبابك محمد أو جرين بول، واليوم راح نلعب اسمها ماين وورد، لكن مثل ما تشوفون ضربنا. شكرا لدعمكم الخرافي هذا، لكن شكرا لدعمكم اللي هو صراحة صراحة أدري والله شفت على لايكات كويس هذا، لكن حط لايك واشتركوا من القناة وفجأة صوزير التنبيهات إذا وصلت المقطع وكتبوا تحت في الكومنتات يا جماعة يا جماعة خلنا نوصل ده 60,000 لايك وخلنا نبدأ. كيزي بدر طيا حكي حي هذا حكي هذا حكي بس هل انتم مستعدين؟ انت مستعدين البيت جديد؟ يلا واحد اثنين والله بيت خرافي يا جماعة، بالله بيت خرافي يا جماعة. شوف حاطين شيمي هذا وما ادري والله، حاطين على الجدار الجدار وهنا حطيت على الزر راح يفتح الباب، لكن هنا راح يفتح الباب كده، وهنا في مكان جديد، وهنا سويت تلفزيون، وفي هنا سويت شيمي، وهنا سويت فحم هذا وزي كده. فما صار شيء، لكن هي سوينا كرسي وسويناها الزر ما ادري، وسوينا هذا الشيء راح يتطفى، لكن هنا سويت صورة وفي زيادة عندنا كريبر صورة، لكن هنا سويت شباك وفي زيادة الشباك هذا، لكن انا حطيت شباك هنا، حطيت مكتبة يعني زي كده يعني زي كده، ولكن لكن ان كان تيبل على الطاولة بتكون ها كده، لكن زي ما تشوفون انه في كده راح يعطيني اي شيء راح تعطيك، لكن اي شيء راح يعطيك. وهنا حطيت ان واب يا جماعة خلاص وطوت يا اخي خوني نيلان، لكن هنا سويت انفل راح يعطيني اي شيء من الاسم هذا، اسم علوب وهذا اسم محمد وهذا اسمه دايموند بيك وهذا دايموند سورد، لكن هذا راح يعطيني دايموند وشو يعطيني يعطيني اسم ايش هذا هو بسم الله نسوي اسم محمد دقيقة اسم اجيب عربي يا ابن ما اجيب العيد هذا يسوف اسمه صالح انا اسمه صالح ربي جيت عليه يا جماعة ربي صالح هذا راح يعطيني صالح راح يعطيني الشي هذا، لكن يا جماعة مثل ما تشوفون انه الحين حطيت كرافتنج تيبل يعني زي كده انه حطيه الامرالد، معناته انه راح يحطوا امرالد على كل شيء راح يعطيني الشيء هذا، هنا حطيت صندوق وكل شيء هذا اغراض، لكن خلونا نحطه الى الشيء ما ادري، لكن راح يحط اي شيء للطعام مع الطعامية، وصويتنا المقص معناته انه شيرس معناته انه شعر مقص معناته كده، سويته حديد هذا كده سويته حديد هوي معناته انه سويته، لكن حطينا شيء غريبة ما ادري، لكن راح يسوي سويناها كده، لكن خلونا الجماعة راح نشوف انه الجماعة. وهنا سوينا الزهرة وسوينا كل شيء لكن سوينا هجيمتي، لكن يا جماعة جا الليل خلونا ننام معناته انه صالح روح امو ايش هذا ليش كنت امشي القذف وبعدين نام يا اخي يا جماعة وابي راح اشوف انه المزرعة راح اسوي مزرعة شو ما اجيب نفس كده وابي راح اجيب المزرعة، لكن هنا
زومبي. يقول ربي زومبي قاعد في الطائرة يا أخي، هذا طائرتي يا أخي. واو شباب جماعة شوفوا، اختبى عشان بعد كده هذا راح يختفي، وبعدين جات حرب من هذا. وربي هذا بارد، هذا حالة للأرض يا أخي. والله كده يا جماعة، والله كده. لكن يا جماعة وربي راح أسوي مزرعة، مكنوش. لكن يا جماعة راح نحطه إلى المزرعة عشان راح أشوف إنه راح أجيب المزرعة. أيوة كده، عشان ما أجيب راح يسوي أشياء مزرعة كده. والله يا جماعة ربي راح يشوف المكان رهيب، بالله بيشوف انه مكان رهيب، وربي راح يشوف انه المكان جديد، راح يشوف انه المكان هذا راح يسوي مزرعة. شوف ربي مكان رهيب، راح اسوي مزرعة. شو ما يجيب العيد على المزرعة، المزارع يا جماعة المزارع. لكن خلوني نسوي إلى الشيء ما أدري وشو. قبل يا جماعة طويناها على المزرعة، لكن يا جماعة حطينا على المزرعة راح يشوفوا المزارع، راح يشوف إنه المزارع هذا. بالله يقولون المزارع إيش هذا؟ هذا كذا حد في العين. الله، وهذا راح حيسوي على الشيء. هذا راح يفتح الباب، راح يجيبه. شو اسمه؟ انا نحطه اي هذا الشيء. هذا راح يكون الجديد. لكن خلينا نطوي الراس، راح نجيب الى الماي ويا بين واحد بيكاكس. نسيت اني بيكاكس. لا ليد يا جماعة، ليد. والله جبت ليد. يا اليوم محمد صالح وماذا دايما بيكاكس، دايما بيك فيش. ليش كده؟ دقيقة يا جماعة، ربي راح اشوف انه راح يسوي انه راح نجيب الجراس. هذا ما عليك، هذا ما عليك. لكن يا جماعة وربي ما أجيب اليد. راح نسوي إلى هذا المزرعة. شو ربي المزرعة رهيبة يا شيخ، بالله راح يسوي المزرعة. أيوة كده. ايش قدام الصحراء هذا؟ ايش قدام الصحراء؟ بالله يشوفوني قدام الصحراء. يا الله كيف دخل؟ والله يلا يا صالح اجدك. واو وطني وشي. ما هو راح اسوي المزارع شوية. لكن ايش هذا؟ واو في مكون، والمكون المكان بيت، والمكان جميل. معناته ان المكان جديد، وراح يسوي ان المكان هذا المكان مزارع، راح يسوي مكان مزارع. معناته ان ذكرياتي يا جماعة، ذكرياتي. هذا ذكرياتي يا جماعة. راح يسوي مزرعة طويلة. لا هذا والله يا جماعة خلاص راح يسوي انه المزارع، راح يسوي مزارع. المزرعة تكون اسهل واصعب من المزارع. ايوه الله اجماع ربي انه البيكاكس ما يحطهم.
يهزم. يا جماعة أول راح يسوي إنه المزارع راح يحط ليش؟ لأنه يا رب إنه ما حجيب اليد يا جماعة. لكن يا جماعة سوينا المزرعة راح يسوي شجر وكل شيء، كل شيء راح يسوي، وجزر البطاطس وعالم البطاطا وخيار، ما أدري وش هو خيار، يكيني يعني خيار يا أخي. بالله تصيب يا أخي، أفضل الليبة في أعلم المزارع. هذا مزارع، هذا راح يسوي مزارع يا أخي. بالله يا جماعة راح يسوي. أوهو نفس كده، وابي رهيبة يا جماعة. هذا نفس كده راح يسوي مزارع. هاي عجيبة. بالله يا جماعة كيف كده؟ شوفوا إذا كيف الله ديرت إيش بقى هذا يصير ديرت يا أخي. والله يا جماعة هذا ديرت، انقلب بعد يا جماعة هذا يصير ديرت. وقفوا يا أخي وقفوا يا ليل الليل، ايش ما سويت مزرعة بالغلط يا اخي. لا تسوي what the hell، ايش ما صار مزرعة بدون ديرت. هاي ايش سووا؟ سوي بسرعة بسرعة، سوي لسيت سوي بسرعة بسرعة. هذا يمدي؟ لا 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 بسرعة. خيرا خيرا صغير. لا 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 في السوا صغير. الدرت مين فين الدرت؟ هذا هو الدرت. سوى بسرعة بسرعة بسرعة. خيرا خيرا الله لازم بسرعة والله بسرعة. أيوة أيوة الله ما يجيب ليد بسرعة. أيوة الله ديمي الاحتراف ديمي الاحتراف. ما يجيب ليد ما يجيب ليد بسرعة. بالله ما أجيب ليد. أيوة الله هذا راح اسوي جزر. راح يسوي فين جزر؟ راح يحط ان الجزر راح يحط فين الجزر؟ هذا الذهب الجزر الذهبي. عايز كيف اسوي؟ اوه خذوا كده والله برهيبة. بسرعة الله بسرعة بسرعة. ايوه بسرعة. الله يا احتراف. اه لازم نسوي موية اتوقع. يلا الإيداد خلاص يا رجل. بسرعة الاحتراف. ايوه هناك ان الجزر هذا راح يحط يصير انه لازم نسوي موية. لا تليد تليد لازم نسوي موية اتوقع. لا جبت تليد تليد يا جماعة تليد. وفا وفاك سوا سوا ابوي سوا واللعبة يا اخي سوا واللعبة. واه هذا شو ذا؟ إنه ناس؟ نشوف فيها. أيوة.
هذا لازم اسوي موي، هذا لازم اسوي موي. ايوه الله الاحتراف، كيف كذا يا اخي؟ كيف 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 لازم اسوي اي شيء؟ ايوه سوي جزر، بعدين هذا سوي جزر. ايوه ديم الاحتراف يا الله، اسمه رب الاحتراف. اي اي شيء يا ساتر تفا. ايوه اسمه رب انه هذا ما يجي، اسمه رب نوم ما يجي. الله عظيم الاحتراف، سويتك ان شاء الله. لكن ما في صح، بالله يا جماعة قصة بالله راح يسوي مزرعة. ايوه عشان ما اجيب الليل، لانه يعرف انه في ديرت راح يجيبها. سويناها الجزر ان شاء الله، والله ما ادري ايش كان. خلاص انت يا اخي، لكن يا جماعة سوينا على المزارع، لكن خلونا نمشي فينا. لول البيت البيت لا، كيف افتح هذا لول؟ يلا نحن نقضي عليهم الوحوش. لا 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 يا كريبر يا كريبر يا وسخ. لا ربي كريبر راح يدخل على البيت. الله يستر يا جماعة ما عجبني. النوم النوم خلنا يا جماعة جانا النوم عشان ما يجيب العيد، لكن النوم راح تصحى يا اخي. واو طب القروي احترق، لا تدخل بيتي، هذا بيتي يا غبي. والله يا جماعة لا يقدرون يحتاج صح، قسم لا يحتاج. واو ايش هذا اعطاني حديد، اقسم بالله اعطاني حديد. لا حديد راح يجيب، هذا حديد راح يجيبه انه. لا يا جماعة راح يجيبه انه الحديد مو كثير. ايش بقى الحديد مو كثير يا اخي، خلاص كمره يكفي يا اخي. يا تكفى ربي يا جماعة جاب الكثير الكثر من الحديد. واو والله طاري لحم زومبي، والله دين الاحتراف طالع على الدرب. قصة بالله يا جماعة، شوف المزارع رهيب. خلونا نصور موية مرة ثانية ثانية. أيوة الله أكبر، الله يستر يا جماعة ويش بليد. أوه ربي سوينا على شوفوا لا خلاص انت يا جماعة راح يسوي الشجرة. شو راح نجيب الشيء، شو راح نجيب انه شو راح يعطينا اي شيء. واو يا جماعة ربي جزر رهيب، خذك يا رجال. هذا راح يسوي هذا انا. هاي كيف سووا درج؟ حرام عليك، هذا ضيق. هذا راح يسوي وبعد. ايوه طيبي الاحتراف يا جماعة ربي سواه العالم البطاطس. وبالله يا جماعة راح اسوي الشيء، راح نسوي الشجر. شو على المزارع يا اخي، المزارع رهيبة. ويوه هذا وهذا وهذا، بالله عليك يا جماعة اقسم بالله يا جماعة، احتراف احتراف. والله يا جماعة قرزكم يا أخي، لكن خلونا نجيب عالم البطاطا.
ايش راح يعطينا البطاطا هذا راح يجيبه، راح يعطينا البطاطا شنو؟ راح يعطينا هذا ايوه، هذا شو؟ هذا طين ايش؟ ثلاثة. لا خلقت الأول. ليش كسرت؟ ليش؟ لا ايوه هذا البطاطا. وشو راح يعطيني؟ اخيرا جماعة البطاطا. طب 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 وش ما يجي الدب راح يجيه. اخيرا جماعة الان بالبطاطا، الان بالبطاطا. ذكريات البطاطا، معناته ان البطاطا هذا اللذيذ، هذا من لذيذ البطاطس. يا سلام من البطاطا، والله شوف شوف البطاطا شيء. وخذ يا جماعة سوينا الحين سوينا الجزر، راح يعطيني شو؟ خلينا نسوي جزر ذهبي، مو جزر ذهبي. لكن يا جماعة راح اسوي الشيء كذا بالحين. بالحين راح نسوي اي شيء تريد. شوفوا الشيء راح يعطيني هذا صح. لا ما راح يعطيني هذا بيروت سيتس. طيب السيتس راح يعطيني شيء هذا، وراح يعطيني بصل. لا هذا مو بصل، بيتروت. بالله يا جماعة هذا رهيب. لكن يا جماعة خلاص، لكن انه مزارع سويناها. لكن هذا الشيء معناته انه راح يجيب الجزر ما ينزل. لكن انه صواه البطاطا. الحين راح نسوي اي شيء تريد، راح نسوي هذا الحلو. هاي بالله الصغير يا جماعة، واو والرب يا جماعة، واي جاي يا شيخ. ايش سلامات. لا يا جماعة هذا غنات انه مو حلو. هذا ما نبيها يا بالله يا جماعة. اسويكم الشيء خلاص، راح نجيب الذهبي. ايش هذا؟ لا هذا راح اجيب جزر عادي الجزر عادي. دقيقة، بتروت هذا معناته بتروت. لكن راح يسوي الشجر مع الاشياء من الجزر. لا ايش يعطيني؟ والله اللي بديك. لا تكفى. وبعد هذا ايوه، والله الاحترام الدائم. طيب ما اريد. يلا بسرعة، ما يجب لي بسرعة. يسلم اخيرا جت مزرعة يا جماعة، جت مزرعة. يسلم يا جماعة، هذا بتروت بناطة انه بتروت، سويه بتروت. لكن يا جماعة اخيرا جات المزرعة رهيبة، وما يجيه إلا كريبر وزومبي وأي شيء، سكيلتون وسبايدر أي شيء. يا شوف هلا بالجميل. يا سلام يا جماعة، راح نمشي غبة نمشي في الطائرة يا أخي، راح نمشي طائرة.
طايرة حقي يا أخي، طايرة الأخضر. طايرة، وهنا في كرسي راح يتشغل إذا كده، معناتها إنه يسار، ومعناتها إنه يمين، ومعناتها إنه سيدا راح يمشي. بالله تعرفون كده، بالله. وشوفوا حاطين على الغساس كده، يا جماعة ما أدري وش هذا. وابي يا جماعة الصراحة أنا ما أدري، والله رهيب يا جماعة، والله رهيب. أنا بجميل، أنا بجميل. أوه جميل، أنا بجميل، أنا بجميل. يا سلام يا جماعة، والله راح نشوف التلفزيون. مع السلامة للأسرب. ربي يا جماعة راح احترس. واو واو رهيب يا جماعة، لكن انه السيف رهيب. شوفوا على الدروع، معناته الدروع دايما تبقى شماش بليد يا شيخ. يا السيف الصيفي، لكن يا جماعة خلونا نمشي وراح نجي. ماشي، ان البيكاكس شو راح يعطيني؟ راح يعطيني الشيء هذا، معناته انه راح يجيبوا اللابس هذا، راح يعطيني الشيء الكتابة. لا هذا ما يعطيني، هذا اول. لا لا لا، هذا هو، لكن هذا راح نجيب انفيل، راح نجيب الاسم بيكاكس، راح يعطيني اي شيء. شنو؟ خلونا نجيب عربي، لكن اي شيء راح يعطيني عربي، راح يعطيني بيكاكس. بيكاكس، هذا بيكاكس. راسل العرب، اسمه ربي صراحة انه عربي يا شيخ. خلاص ايران كمان تجيب ايران. يهو شنو؟ شو إعلان يا جماعة؟ شوفوا على على بيكاكس، معناته إن يا جماعة راح نجيبك يا جماعة. رب العيبة. أوه خلونا نوم يا جماعة، بالله أنا هنوم. لا يا جماعة خلاص خلينا نطول، لكن يا جماعة عشان ما يطولوا لكن بنهي المقطع، لكن هنا وصلنا حياة المقطع. إذا ما عجبتكم مقطع عجبتكم بالسلسلة، نص لايك سبسكرايب. مع السلامة، شوفوا خير. كما محمد أو جرين بول، مع السلامة.